أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الناس تنتخب، والبداية من موجز لأهم الأخبار الخاصة بالانتخابات. تواصل مفوضية الانتخابات استكمال كافة استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة يوم 18 من الشهر المقبل. مفوضية الانتخابات دعت المواطنين لمراجعة مراكزها لاستلام بطاقات الناخب البيومترية لهم ولذويهم بالإنابة، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون الإقبال على المشاركة في الانتخابات واسع جداً. إلى ذلك، قالت مفوضية الانتخابات إن الشركة الدولية الفاحصة للسيرفرات هي ذاتها التي فحصت الانتخابات السابقة. مفوضية الانتخابات أضافت إن إحدى الشركات الدولية الرصينة أكملت فحص جميع البرامج الإلكترونية وهي بأتم الجاهزية والاستعداد، مشيرة إلى أن إعلان النتائج سيكون خلال 24 ساعة بعد إجراء الانتخابات. أعلنت قيادة العمليات المشتركة مواصلة إجراءاتها الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات، وأضافت العمليات أنه تم إعداد كاميرات ذكية جداً تسجل صورة وصوت لكل حالة ممكن أن تحدث داخل المركز الانتخابي. وفي ذات السياق، تستمر القوات الأمنية في مطاردة المتهمين بتمزيق الدعايات الانتخابية في بغداد والمحافظات. مصدر أمني أفاد بأن قوة أمنية ألقت القبض على 11 متهماً بتمزيق وتخريب الدعايات الانتخابية في بغداد. من جديد أهلاً بكم مشاهدينا، ونرحب بضيوفنا داخل الاستوديو، وأبدأ بالمرشحة من قائمة أبشري عراق السيدة أمال حميد الشويلي. أهلاً وسهلاً. السلام. كما ونرحب بالمرشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون السيد علاء كريم حاتم ناصر الدلفي. حياكم الله استاذ علاء. يا سلام. إذن وأرحب أيضا بضيفي عن قائمة تحالف نبني السيد حامد شوية الطليباوي. إذن أهلا وسهلا بضيوفي داخل الاستوديو، وأبدأ من السيدة آمال، أود أن تعرفينا بركائز برنامجكم الانتخابي. شكرا جزيلا لكم، شكرا لقناة الأيام تحت هذه الفرصة للتواصل مع جمهوري مع الناخبين. طبعا ركائز البرامج الانتخابية اللي عدتها آمال هو مأخوذ من الشارع العراقي، من حاجات المواطن العراقي. أنا أريد أختلف لربما عن ممن سبقونا من المرشحين، لا يكون هو يعني برنامج إنشائي محفوظ لدى كافة المرشحين ويلقى على مسامع وعلى مرأى الجمهور عن البرنامج الانتخابي. سنفعل وسنحاول وسنعمل كل هذه الأشياء، لربما سأتجرد منها في برنامجي الانتخابي، سيكون برنامجي واقعي، برنامج يهتم بمتطلبات الشارع العراقي، جمهوري بالشارع العراقي. مثل ما تعرفون أني إعلامية مقدمة برامج قبلها وكاتبة صحفية، فبالتأكيد تواصلي الأول والأخير هو مع الجمهور، مع كافة شرائح المجتمع بمستوياتها، سواء كانت الشرائح المتعففة، الأيتام، الأرامل، التدريسيين، الطلاب، هذه حاجات المجتمع اللي لطالما تعايشنا معها ونحن إعلاميين. إن شاء الله في برنامج الانتخابي سيتم ترجمتها على أرض الواقع. سأحاول قدر الإمكان إن شاء الله السعي إلى أنه تحقيق على قدر المستطاع من هذه المطالب في برنامجي الانتخابي، اللي إن شاء الله راح يشمل المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة، أزمة السكن. كثير من نفصل هذا البرنامج على مدار الحلقة ست أمال، لكن خليني أنتقل لأستاذ علاء أيضا أسأل ركائز برنامجكم الانتخابي. شكرا جزيلا ست، شكرا لقناتكم الموقرة على إتاحة الفرصة لمرشحينا مرشحي مجلس محافظة بغداد
بالتحدث عن برامجهم الانتخابية. أنا علاء كريم حاتم، مواليد بغداد 1980، مرشح ائتلاف دولة القانون رقم القانون 233 التسلسل 26. أهم برامج الانتخابية التي أرتكز عليها هو ملف السكن. ملف السكن طبعا لدينا تجربة في دولة القانون اللي هي مدينة بسماية، والحمد لله والشكر اليوم مدينة بسماية شاهد حضاري كبير في مدينة بغداد، وإن شاء الله سنكمل المسيرة في هذا البرنامج. ملف الحماية الاجتماعية اللي هو من أهم البرامج، ومن خلال عملنا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكتسبنا خبرة كافية لمتابعة هذه الملفات. أيضا ملف دعم الشباب، ملف دعم الشباب من المواضيع الأساسية. الشباب اليوم ركيزة أساسية من ركائز البلد، والبلد يعتمد عليهم بشكل كبير في بنائه. الحمد لله سندعم قطاع الشباب من خلال توفير من خلال دعم صندوق المشاريع الموجود في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هذا الصندوق الذي يدعم الشباب بشكل كبير. الحمد لله والشكر على مشكورة وزارة العمل وجهودها في دعم الشباب في هذا المجال، وتدريب الشباب أيضا من الأمور الأساسية في مشروعنا الانتخابي. إذن الانتقال للأستاذ حامد، يا ريت تعرفنا برنامجك الانتخابي. أهلا وسهلا بكم جنابتي الكريم والأخوة الحضور ومشاهديكم الكرام. قبل لا أعرفكم برنامج الانتخابي أعرفكم شخصي، حامد شوي عطلباوي، مرشح عن تحالف نبني رقم القائمة 195 تسلسل 27 عن محافظة بغداد. انطلاقا من الرؤية الوطنية لتحالف نبني المستمدة من الدستور العراقي وتحت شعار نحميها ونبنيها، مثل ما قام أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية البطلة وكذلك أبناء العشائر الغيارة في الدفاع عن وطن المقدسات، أخذنا على عاتقنا كتحالف نبني في بناء إن شاء الله في بناء الوطن وفق سياق عمل معروف، وهو البرنامج الانتخابي يهتم بالسكن والشباب والمرأة والصحة والتعليم، وكذلك وضع برنامج وآلية توافقية بين أعضاء مجلس المحافظة، لأن على مر الدورات السابقة نلاحظ بعض التشنجات بين أعضاء مجلس المحافظة من سين أو جيم، لأن نحاول إن شاء الله وفق أطر قانونية تذليل هذه الصعاب ووضع آلية عمل تكاملية توافقية بين أعضاء مجلس المحافظة. الغرض منها هو لإنجاح المجلس لكي يقدم خدمة للمواطن الكريم. إذن بما أنه جميع ضيوفنا من مرشحين عن محافظة بغداد، خلينا نشوف هذا التقرير والعودة لكم بعد قليل. شكرا. إذن هذا التقرير اللي شفناه هو مبني على استطلاعات رأي وفق أطر علمية من محافظة بغداد، حتى تكونون على بينة. وأيضا أنوه أنه إحنا الآن دخلنا في فقرة الأسئلة، وراح نزاحمكم بالوقت لأنه كل إجابة محددة بدقيقتين، والإجابة أو السؤال الأول للست أعمال مشاريعكم الخدمية شلون راح تبلوروها؟ طبعا مشاريعنا الخدميه ان شاء الله اللي بعد ان ندخل الى مجلس محافظه بغداد، اول ما وضعنا من اولوياتنا موضوع قطاع التربيه والتعليم. اليوم اساس المجتمع هو التربيه والتعليم. يؤسفنا ويحزننا انه البرامج الانتخابيه السابقه اللي وضعت على 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 الطاوله وطرحت للناخب، لكن هي ما نفذت ولا 1% طول السنوات السابقه، وبقيت تداول على لسان المرشحين
اللي رشحوا على الدورات المتتالية. طبعا هذا القطاع متى ما خلقنا قطاع تعليم متكامل، قطاع يخدم المجتمع. اليوم نلاحظ كثير المدارس انتشار الأمية، المدارس تهدمت، كل شيء غير متوفر بهذه المدارس. نحتاج إلى نهضة بقطاع التربية حقيقة، ونحن قادرون على أنه الدخول بمجلس محافظة النهوض بهذا القطاع بكثير من لأنه نتحدث من واقع حقيقي. لربما أنا عايشت الواقع وحضرتك عايشته، وكل الزملاء اللي موجودين المرشحين عايشين الواقع المتردي لقطاع التعليم. الموضوع الآخر هو المرأة. اليوم آمال قادمة على أنه إنشاء مشاريع عديدة للنهوض بواقع المرأة. متى ما نهضنا بالمرأة سيكون وجود أسرة مستقرة، وجود مجتمع مستقر، وجود بيئة صالحة، وجود تربية صحيحة بالمجتمع. أنا كإعلامية لربما دخلت بمشروع، هذا المشروع اللي هو دار الأمل الخيري، طبعا هو اللي بدعم من مستشفى الجامعة اللبناني، رجل متبرع دعم لي هذا المشروع، لكن بهذا المشروع حققت نجاح على أنه أدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا ودخولها إلى سوق العمل بكثير من المشاريع. وإن شاء الله أنه قادم أنه نتوسع بهذا المشروع وتقديم خدمة للنساء. لدينا ذوي الهمم، شريحة مهمة بالمجتمع، هذه الشريحة لطالما تم تهميشها على مر العصور، هذه الشريحة اللي هي منتجة مبدعة. دقيقتين انتهت ست آمال، وأنوه لضيوفي أيضا أنه احنا بهذه الفقرة استثمروا الدقيقتين. أستاذ علاء، خططكم لملف الخدمات ضمن مشروعكم الانتخابي؟ ملف الخدمات طبعا اليوم من الأمور المهمة والأساسية هو دعم البرنامج الحكومي. طبعا الحكومة مشكورة اليوم بدأت بحملة كبيرة في تأهيل الطرق ودعم برامج الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الصحي. كل هذه الأمور تحتاج إلى متابعة ووقفة جدية. اليوم من مهامنا وواجباتنا أن نتابع هذه الأمور، دعم الملف الحماية الاجتماعية ودعم عملية الإعمار اللي تقوم بها، فك الاختناقات المرورية. هذه الأمور تحتاج إلى متابعة العمل، متابعة التلقيات الحاصلة، زيادة التخصيصات اللازمة لهذه البرامج. طبعا هذه من الأمور الأساسية والمهمة جدا، وأنا أختصر هذا الكلام بهذا الموضوع. إذن شكرا لإجابتك. السؤال ذاته لكم أستاذ حامد فيما يتعلق بخططكم الخدمية ضمن مشروعكم الانتخابي. شكرا جزيلا. وأنه دقيقة يعني فالدقيقة الأولى أتكلم بها عن السكن، والدقيقة الثانية عن التعليم. خططنا إن شاء الله توجد مشاريع بنى تحتية قيد الإنجاز في عموم محافظة بغداد، تعد بالمئات إن شاء الله، جادين في تسريحها. أولاً في تسريح أولين لأن هذا المشروع جاهز للخدمة. ثانياً في مشروع السكن، أكثر المناطق في عشوائيات في أطراف بغداد، نسعى جادين في فرز أراضي عائدة إلى الدولة وإنشاء شقق سكنية على غرار بسماية في المناطق الفقيرة البعيدة، في منطقة المعامل، النهروان، حسين الراشدية، بوب الشام، سبع البور. هاي المناطق مناطق فقيرة ما وصلت إيدها الحكومة إلها يعني، وحتى وإن وصلت بشيء بسيط. هذا من جانب السكن، وتوزع لأهالي المنطقة حصرا وبنسب يعني، أو لباقي المحافظة بنسب قليلة، 80% لأبناء القضاء أو الناحية. ثانيا مسألة التعليم، في محافظة بغداد نحتاج إلى مئات المدارس، ربما توصل الآلاف. أنا في منطقة المعامل نحتاج من 60 إلى 70 مدرسة، في منطقة النهروان 50 مدرسة، في حسينية الراشدية 35 مدرسة، وكذلك المناطق الأخرى ساعين جادين لبناء مدارس. وكذلك توجد مشكلة في بالنسبة لوزارة التربية، للأسف ما مراعي الكادر التدريسي، أنه يعين أحد التدريس، كل التدريسين يعينون في مناطقنا في الأطراف، أعوذ بالله يعني، في يعني تعيين مباشر أو غير مباشر بصورة سليمة وغير سليمة، ويرجع التدريسي بعد 5 أيام من ذهابه إلى المدرسة يعاود إلى نقله إلى مركز العاصمة، وهذا إجراء غير سليم. نحن جادين في تعيين أبناء الأقضية في قضاءهم والناحية في ناحية، 80% سن قانون و 20% من أبناء المحافظة مركز المحافظة. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ حامد. لكن السؤال أيضا لك هذه المرة بفقرة الدقيقتين في ملف آخر، هو ملف الغلاء المعيشي. هل من خطط من قبلكم فيما يتعلق بهذا الملف؟ الغلاء المعيشي، احنا البلد الوحيد يعني اعتقد
في الشرق الأوسط أنه ما عندنا أسعار يعني تسعيرة للبضائع الغذائية والصناعية، فإن شاء الله إحنا جادين في برنامجنا وضع تسعيرة خاصة للمواد الغذائية مع بالإشراف أو بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة، الغرض منها لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك نسعى جادين في إضافة حصة غذائية للمواطن أو لطبقات الفقيرة الأكثر حتى شنهي تخلل من التسعيرة هذه إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ علاء، موضوع الغلاء المعيشي هل هو ضمن أولوياتكم بالبرنامج الانتخابي؟ نعم طبعاً، الغلاء المعيشي أزمة عالمية يمر بها العالم اليوم كله بسبب الحروب اللي صارت، الحرب الروسية والأوكرانية. طبعاً اليوم عندنا زيادة دعم البطاقة التموينية من الأمور المهمة جداً من خلال توفير المواد الأساسية للمواطنين، كذلك توزيع قطع الأراضي اللي طبعاً هو مو بس المواد الأساسية اليوم هي غالية، أيضاً السكن غالي جداً اليوم. أيضاً هناك تقديم على ستقوم الحكومة بفتح رابط إلكتروني للتقديم على قطع الأراضي للمستفيدين للحماية الاجتماعية، أيضاً هذا راح ينزل الأسعار. عندنا مثل ما طرقنا هي شيء مرتبط بشيء، اليوم منح القروض دعم المشاريع الصغيرة، طبعاً شيء مرتبط بالصناعة ومرتبط بالتجارة، دعم المشاريع الصغيرة جداً مهم اليوم، إن أمكن الشاب أن يشتغل بإيده من خلال مشروع ناجح ومشروع أشمله بالضمان الاجتماعي اليوم يحقق إيرادات ممتازة للشباب، لكن تحتاج عملية، تحتاج تنظيم، يحتاج ترتيب ومتابعة، المتابعة ضرورية. اليوم أنا أعطيه قرض وأقول له روح، إذا ما دربه وإذا ما أتابعه راح يفشل المشروع، بالتالي راح يصير عبء عليه، ما يقدر يسدد القرض اللي أخذه. إحنا جادين اليوم بمتابعة هذه المواضيع. أيضاً زيادة رواتب المتقاعدين، اليوم المتقاعد راتبه 400، بالنسبة للمتقاعدين اللي جو راتب أكو فوق المليون، هذا يعني أكو جو المليون يعني 400 و500 ما يقدر يدبر أموره، تلقينا قاعد إيجار وتلقينا وضع المادي صعب جدا عند عائلة كبيرة. دعم زيادة رواتب المتقاعدين أيضا من الأمور المهمة جدا. وهناك مشاريع أيضا، مشاريع خدمية بعشر ثواني أستاذ علاء. اليوم الحكومة أيضا هناك توجه لإعادة الأسواق المركزية. الأسواق المركزية راح تكون دعم اقتصادي كبير للمواطن. نعم، إذا انتقال لست آمال فيما يتعلق بملف الغلاء المعيشي، خطط موضوعة من قبلكم بهذا الجانب؟ ملف غلاء المعيشة طبعا هو ملف كبير جدا يحتاج إلى تضافر جهود كافة القطاعات، ليس قطاع واحد، نحتاج إلى قطاع الزراعة، نحتاج إلى قطاع الصناعة، تفعيل القطاع الخاص. اليوم في مجلس محافظة سيتم رفع مقترحات على كيفية تفعيل القطاع الخاص من جهة تشغيل الشباب ومن جهة أخرى توفير الصناعة الوطنية، هذه راح تساهم. الاهتمام بالفلاح، اليوم الفلاح كثير من صارت الهجرة العكسية من الريف إلى المدينة، الاهتمام بهذا القطاع وتشجيع الهجرة من المدينة إلى الريف بتوفير الامتيازات والمغريات اللي تخلي الفلاح يترك المدينة ويذهب إلى الريف. القطاعات أخرى يجب أن تعالج حتى نقدر أنه نعالج هذا الملف غلاء المعيشة. بالتأكيد طبعا زيادة الرواتب هي ليست كافية، طالما أنه هناك زيادة رواتب بنفس الوقت زيادة في السوق، البضاعة الداخلة بدون ضوابط، بدون قيود، بدون أي شيء، التسعيرة الموجودة، وزارة التجارة تحتاج إلى تضافر جهود وزارة التجارة في الحصة التموينية اللي لطالما تحدثنا عن الحصة التموينية ومفردات ببرامجنا التلفزيونية، لكن دون جدوى ودون دراسة حقيقية فعلية إلى أنه تعالج هذه المشكلة. كل هذه القطاعات يجب أن من قبل الزملاء واللي راح يأتون إن شاء الله لمجلس محافظة تقديم، وأنا إن شاء الله إذا الله وفقني أكون واحدة من الزملاء إلى أنه أقدم مقترحات ودراسة لكافة القطاع حتى نقدر نعالج جزء من هذه المشكلة كخطوة أولى ونكمل الخطوات الأخرى. نعم، إذن سؤالنا الأخير فيما يتعلق بفقرة الدقيقتين، البداية معك أستاذ علاء، فيما يتعلق بأزمة الثقة بين المواطن والمرشحين، شلون اشتغلتوا عليها بقائمتكم؟ نعم، احنا على مدى سنوات طويلة متواصلين مع جمهورنا، الناس اللي جاي نتواصل وياها احنا مو اليوم جيناهم، احنا جيناهم من سنوات طويله ومتواصلين وياهم والحمد لله والشكر، زارعين الثقه بيناتنا.
والصح اليوم المواطن يقول لك انت راح تقفل تليفونك بس تصعد عضو مجلس محافظه، لكن الحمد لله والشكر احنا تليفوناتنا مفتوحه من ذو سنوات. احنا اليوم بمناصب الحمد لله والشكر قدرنا نقدم خدمه لاهلنا وناسنا واصدقائنا وعلاقاتنا والمحيطين بينا. راح نعول عليهم كثيرا، اليوم موجودين بالالاف هاي الناس اللي قدرنا نتواصل وياهم من خلال الفتره الماضيه، واحنا يعني وضعنا برامج كثيره لآلية التواصل. اليوم انا كمرشح اذا صرت ان شاء الله بالمجلس محافظه راح يصير صعب علي ان اتواصل بهذا الجمهور بشكل مباشر دفعه واحده، لكن هناك آليات وهناك خطط للتواصل مع جمهورنا الحبيب في محافظه بغداد، وان شاء الله ان شاء الله الخدمه ستكون اكبر من خلال تواجدنا في مجلس محافظه. اذا سؤال لك استاذ حامد في موضوع ازمه الثقه بين المرشح والمواطن. شكرا جزيلا. الأزمة الثقة لم نكن نحن مسببين لهذه الأزمة، بل السياسي فيما سبق هذه السنوات 21 سنة تقريبا. سبب الأزمة إلى جانبين، هو الجانب الخدمي وجانب الأمانة. لم يقدم الحكومات السابقة لم تقدم خدمات ترتضي المواطن العراقي، ولم تقدم كذلك الأمانة. ولو كان المسؤول السابق اللي سبقنا قدم الأمانة لكان الآن موجود صلة ثقة بين المواطن والمسؤول، لكنه عدم الثقة هي عدم الأمان. لم يقدم الخدمات لأسباب خارجية ربما داخلية، أكو معوقات خارجية تعيقه، لكنه للأسف لم يكن أمينا على المال العام، فلذلك كانت هذه أزمة الثقة. بفضل الله سبحانه وتعالى شرعنا في بداية حملتنا الانتخابية صرحنا تصريح رسمي، لا نعطي سيم كارت، لا نعطي حجاب، لا نعطي أموال، لا نصلح محولة، لا شارع سبيس، اي خدمه خلال هذه الفتره. نحن جاي طارح شخصيه وطنيه عراقيه معروفه لدى محافظ بغداد واهالي واهلي في منطقتي يعرفون هذه الشخصيه، يقيمون هذه الشخصيه ان كانت اهل لهذه الثقه فنحن اهل الثقه، وان لم نكن فليكن ما يبتغونه هم. فالحمد لله رب العالمين انه مثل ما قال اخوي العزيز موجوده هذه الثقه، الولاده داخل محافظ بغداد متواصلين ويا اهلنا وناسنا من الطفولة لهذه اللحظة، قدمنا الكثير وإن شاء الله سنكون مشروع تقديم الأكثر فالأكثر فالأفضل إن شاء الله لهم، وكل مواطن عراقي يستاهل. ومن خلال برنامجكم الكريم أبلغ المواطن العراقي الشريف أنه لا يعني تروح عليه هاي الأساليب الرخيصة، لأنه مسألة السبيس أو المحولة الآن هي عبارة عن راشي ومرتشي، فالمسؤول إذا قدم لك هذا باعتبار رشوة بينك وبينه هذا عقد، وهذا عقد فاسد، وانت اسمى من هذا وانبل واشرف، فعليك ان تختار مواطن صالح الاصلح مثل ما تدعي المرجعيات والعقلاء والشرفاء. انتهى الوقت فيما يتعلق بهذا السؤال، ولكم دقيقه نهايه البرنامج. شكرا. خليني انتقل لست امال، شنو اللي سويتيه حتى تحفزين المواطن للانتخاب؟ بصراحة يعني تفاجأت بالحملة الانتخابية وهذه الثقة المفقودة ما بين الجمهور وما بين السياسي، لربما نحن ما زلنا مرشحين ما نعتبر على السياسيين، لكن أنا أريد أقولها ولربما أكون أقول قاسية بهذا الموضوع، هذه الثقة اللي انعدمت هي خلقت بسبب السياسي وبسبب اختيارنا للشخص اللي خليناه يصعد لموقع القرار وموقع المسؤولية، وأنا مشتركة بهذا الموضوع. لربما كان اختياري في السنوات السابقة ما كان مبني على معايير معينة اللي اختاريت بها من يمثلني. الاختيارات للأسف الشديد انه الثقافة اللي زرعت من المسؤولين عند المواطن يكون الاختيار على اساس بيع الاصوات، على اساس هذه العباية والقطعة الكودري والمادري الاشياء اللي لقيتها هسه والخمسين الف للبعض. طبعا انا دخلت بالدعاية الانتخابية بالحملة الانتخابية مثل ما تفضلوا الاخوة انه انا ما املك اي مبالغ، ما املك اي شيء، انا جاي اخدم. ما معقولة انه انا راح اطلع طالع عماله ابني او اشيل طاسه انه انا ادفع فلوس حتى اشتغل، ما ممكن. يعني انا طالعه بهذا الطريق انه اخدمكم انطيكم فلوس. الكثير قالوا لي انه راح تواجه الحمله الانتخابيه رد من المواطن وما راح تحصلين اصوات، اصريت على انه اواجه الجمهور بحقيقه انه من يقفل الموبايل هو من اللي يشتري الصوت ب 50,000، بالتالي راح يروح بعد 4 سنوات ويرجع لنفس المواطن اللي نطى 50، صدقي ينطي نفس المبلغ او يضطر الهياب باطر اخرى. نعم. وياخذ الاصوات. إذن
التعاون من يشتري حاجات الناس. بالضبط هذه شراء الدمم، لكن الحمد لله والشكر بعد الحملة الانتخابية وجدنا كثير من الناس اللي رافضين واللي رفضوا لهذا الموضوع، موضوع بيع الأصوات اللي هي ما ممكن. يعني اليوم أنا أصعد مسؤول أو يسرق أموالي وأتحمل ذنب كل الشعب العراقي كفرد، أتحمل هذا الموضوع حتى أصعد لمنصب لموقع القرار ويبدي يسرق الأموال والشعب العراقي؟ لطالما إذا تسمحي لي تحدثنا عن الخدمات، لكن انتهى الوقت، خلينا نكمل حلقتنا. وأيضا راح أخلصكم من فقرة العداد وننتقل لفقرة صورة وتعليق، وراح نطرح لكم هذه الصورة وأود أن تفسرون مشاهدتكم إلها، تعليقكم على هذه الصورة. اختيار يعني تفسيركم إلها لا على التراتبية صورة هذه؟ ممكن يعني؟ إلك الكلام أستاذ حمد. الله يسلمك، أعتقد هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح. الخطوة يعني المسافة الميل تبدأ بخطوة إن شاء الله. هذه خطوة بناء، خطوة إعمار، خطوة إصلاح. إذن تفسيرك لهذه الصورة تتعلق بأي ملف من الملفات تحديدا؟ أعتقد هذه الصورة هي صناعة. بالضبط، إذن ملف الصناعة شنو معالجتكم أستاذ حامد؟ الله يخليك، شكرا. تعرفون ملف الصناعة يعني ملف مهمول بعد النظام السابق ولا زال مهمول لحد هذه اللحظة. في خطة تحالف نبني إن شاء الله البرنامج الانتخابي إعادة تأهيل المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. أما الكبيرة مشاريع كبيرة مثل البتروكيماويات وغيرها، وهذه ممكن مجلس المحافظة يقوم بها لأنه مشاريع استراتيجية ويدخل بها البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء وغيرها. اما احنا كخطه عمل داخل مجلس المحافظه توجه نحو المصانع اللي يعني اللي آلت السقوط او يعني متوقفه عن الان، ان شاء الله نعيد بنائها وكذا وفق مع التخطيط مع وزاره الصناعه، لاي وزاره يعني تابعه نقدر نتعاون بيناتنا. وهم واضفاء السلف والقروض لغرض اعاده هاي المشاريع، وخاصة المشاريع الصغيرة. ليش؟ لأنه ممكن سد احتياجة المواطن بالأيدي العاملة إن شاء الله. إن شاء الله. والانتقال للأستاذ علاء، ملف الصناعة شلون اشتغلتوا عليه؟ أو راح تشتغلون عليه؟ راح نشتغل عليه. ملف الصناعة طبعا ملف كبير ومهم جدا، نختصر به هواي أمور. نختصر بالاستيراد الفائض للحاجة والامور الاكسباير، من خلال اولا دعم الصناعه النفطيه. اليوم الصناعه النفطيه توفر لنا فرص عمل كبيره في البلد. طبعا الصناعه الزراعيه، صناعه التمور، التعليب، اليوم اغلب المنتجات جاي تتلف بالاسواق وتنتهي بسبب سوء التخطيط وسوء يعني لا البلد لا يمتلك الا مصانع حديثه للتعليب. لذلك تهدر التمور والطماطم وغيرها من الخضروات والفواكه بسبب سوء التخطيط وعدم وجود مصانع كبيرة لهذا الموضوع. أيضا الصناعة الفنية، الصناعة السينمائية، صناعة المسلسلات، كان قبل العراق منتج لهذه الأمور. اليوم الفنانين يعانون معاناة يعني عايش على الإعلانات. أنت تتكلم عن ملف الصناعة بشكل عام، لا يحدد بملف المعامل بشكل أو عام. المصانع، دعم المشاريع الصغيرة. اليوم وزارة العمل تنطي ثلاث قروض، تنطي 20 مليون و 30 مليون و 50 مليون. هذه تحتاج إلى تثقيف وتوعية وحث الشباب ودعمهم. اليوم الشباب قلت لك أنا حث على ابتكار، عندنا مشاريع ابتكارية، عندنا مشاريع ريادية موجودة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. اليوم الشباب ما يدري بها وما يعرف بها. كل هذه الأمور اليوم احنا داعمينها بقوة، وراح نخلي مشاريع خدمية لهذا يعني حتى مكاتبنا راح تكون مفتوحة خاصة بهاي المواضيع. لأن اليوم الشاب اللي قاعد بالبيت راح يتجه لغير أمور الكل يعرفها، أمور سلبية وما تقدم له خدمة بحياته. إذن انتقال لست آمال، رؤيتكم لملف الصناعة. هذه الصورة تتذكرنا وتقول للشعب العراقي أنه أنتم عندكم جذور، أنتم بلد الصناعة.
يعني انتم اللي عندكم الصناعه انشات كنتوا تصنعون وتنتجون، فهذه الاثار القديمه اللي موجوده هذه ما تبقى من الصناعه العراقيه. فعندنا القدره بوجود اليوم الحكومه الحاليه اللي متفائلين حقيقه بهالعمل والنهوض بهذه القطاعات، ان تكون عندنا اعاده، مو تكون عندنا مصانع جديده، لا، إعادة وتطوير المصانع اللي لربما البعض منها تم بيعها والبعض منها تم تهديمها والبعض ما أعرف شنو الأسباب اللي اختفيت هذه الأماكن الصناعية. اليوم نقول للشعب العراقي بهذه الصورة، أنت بلد صناعي، أنت المواطن قادر على أنه تنشئ صناعة قوية تنافس بها كافة الدول، وإن شاء الله من ضمن الخطط اللي راح تطرح من قبل، يعني أنا كعضو مجلس محافظة إذا الله راد، أنه من ضمن الخطط اللي راح تطرح هي الأفكار لكيف النهوض بالقطاعات أو تطوير القطاعات الصناعية اللي كانت تعمل في ذاك الوقت، هسه من باب أنه نشغل الشباب من جهة، من باب أنه نملي الشارع بالبضاعة العراقية، باب آخر تصدير إلى الخارج. يعني ما معقولة أنه العراقي ما عنده قدرة على أنه ينافس الدول، لا، بل ننافس الدول وإحنا أقوى من الدول، لكن يحتاج إلى سياسيين قادرين أنه ينظرون إلى مصلحة المواطن، ما ينظرون إلى مصالحهم الشخصية وكيفية تحقيقها. فقط هذا اللي نحتاجه، ثقي ننهض بكل قطاعات البلد وراح يكون بلدنا ينافس كافة البلدان الأخرى. إذن خلينا ننتقل إلى الصورة الثانية. إذن رؤيتكم لهذه الصورة. ملف التشغيل اللي تكلمنا عنه ودعم الشباب. فعلا أستاذ علاء، هو ملف التشغيل، والسؤال يعني من نصيبك أولا، فشنو رؤيتكم لملف الشباب؟ ملف التشغيل ملف كبير، طبعا هو سهل مو صعب. اليوم عندنا دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، طبعا فاتحة أبوابها مشكورة من خلال دعم الشباب بالدورات بكل الاختصاصات وكل المجالات، حتى تعطيهم مبالغ يعني الذهاب والإياب إلى المنزل. لكن التوعية قليلة عندنا، يعني ما عندنا إعلام قوي موجه بهذا الاتجاه. يعني اليوم الشاب من يتعامل ويا الآلة، مثل يشتغل حلاق ما يقعد بعد، يروح يشتغل بأي مكان، حتى لو قاعد مثل بطلوا من هذا المحل يروح يشتغل بغير محل. أيضا إذا اشتغل فيتر حتى هو بالبيت يعني يخابرون عليه، تعال اليوم تعرفين التواصل الاجتماعي ما شاء الله، أشوفهم بالوسائل التواصل الاجتماعي ينشرون أنا فيتر وأنا حلاق وأنا كذا، يعني اليوم خدمة متاحة. من يتعامل ويا الآلة يشتغل، يقدر يوفر لقمة عيش له ولعائلته، ما طول هو متدرب، ما طول هو متعلم. فقلت اهم شيء هو التدريب وتعليم الشباب على مهارات يتعاملون ويا الاله. يعني شلون هسه الصين نجحت بالتعامل مع الاله. التقرير يقول هم تعاملوا ويا المقص، تعاملوا ويا الالات الاخرى، نجحوا بمجال السيارات، مجال الصناعه، من خلال تدريبهم وتعلمهم على هذه المهارات الاخرى. نعم استاذ حامد، قطاع الشباب قطاع مهم، فما أعرف إذا ضمن برنامجكم الانتخابي أكو خطط تتعلق بهذا الملف وفق ما شفنا صورة تعبيرية. إن شاء الله يرفع هذا البؤس، وهاي جلسة الخمول إن شاء الله يصير لها نشاط وأمل إن شاء الله فهم الجميع إن شاء الله. أنا ما أعتقد يعني 2500 مرشح في مجلس محافظة وداد، ما أعتقد ما يوجد منهم الكفوء الجيد على الشعب الاختياري العراقي، العفو الاختيار الاصلح الامثل حتى يحسن الواقع العراقي. مساله الشباب مساله مهمه جدا، والشعب العراقي هو شعب شبابي، تعداد سكاني الغالبيه الاكثر هم من الشباب. نحن جادين في طرح برنامج عمل مع وزاره الضمان الاجتماعي من خلال وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه من خلال مؤسسات خدمية مهنية، بس هو مثل ما عرج أخوي العزيز
هاي التوعية لازم الوزارة تقوم بها، لأنه هي الجهة المسؤولة عن هذا الشيء. قطاعية. فهي المسؤولة تقوم بتعريف الناس حول برامجها وعملها تخدم الشباب. البرنامج الثاني هو برنامج الرياضي، يعني يهتم بالجانب الرياضي، لأن أكثر الشباب يعني غير دارس قبل التعليم. والجانب الثاني فتح دورات تأهيلية تعليمية، يعني إن شاء الله يعني مسائي أو غيره. هاي البرامج اللي عندنا. إذن ست آمال، موضوع ملف الشباب و 62% تقدر نسبة الشباب بالمجتمع العراقي، شنو خططكم لهذا الملف؟ طبعاً أنا هذه الصورة مو بعيدة عنها، يومياً أشوف كثير من هذه الصور، وهذه الصورة فترة استراحة عند العامل، لربما دا يفكر أنه باكر راح يطلع على الخلفة يطلع أو ما راح يحصل فرصة العمل، بالتالي ما راح تتوفر رزق الثاني يوم إلى عائلته. هذه الصور وكثير من الصور اللي تؤلمنا يومياً ونشوفها بحياتنا. إذا جينا لقطاع الشباب، إحنا نعالجه من عدة جهات. اليوم لو فكرنا ببناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة أعطيت للمواطنين من الدول الدخل المحدود، ما أقول دائماً أقول هاي المجمعات السكنية اللي أنا ما أقدر أشتري بها الباهظة اللي ما حصل منها الفقير ولا شقة، اليوم هذه أقدر أفتح بها سوبر ماركت، أقدر أشغل كثير من الشباب، بالإضافة أنه أنا راح أرفع من عندهم كاهل الإيجار اللي يدفعوه. اليوم أنا إذا فتحت سوبر ماركتات، إذا فتحت القطاع الصناعي، يفترض أنه أنا مشكلة الشباب أعالجها بعدة قطاعات، مو قطاع واحد. بالإضافة اليوم شبابنا اللي زرعت ثقافة أنه أنا لازم أكون موظف على ملاك الدولة، بالتالي الدولة كحكومة ما تقدر توفر هذه الوظائف على العدد والتراكمات مال الحكومات السابقة، البطالة اللي خلقتها للشباب. تفعيل الضمان الاجتماعي اللي موجود اليوم بوزارة العمل والتوقيف على هذا الموضوع، نعم هو موجود بالتأكيد، هذا موضوع جدا مهم، يفترض أن يصل إلى كافة الشباب. اليوم يثقف الشباب على الموضوع، لكن يحتاج إلى أنه دعمه بمقترحات بمجلس محافظة لتفعيل هذه القطاعات، لأجل تفعيل القطاع الخاص، قطاع الزراعة. شنو المشكلة عندنا كثير من الخريجين في قطاع الزراعة؟ شنو المشكلة إذا هيئنا لهم مع الفلاح بالعمل بالزراعة؟ شنو المشكلة إذا بالقطاعات الأخرى؟ شبابنا واعي ومثقف ومجد، ثقي بالله كل الشباب يردون يشتغلون، ما عندنا شاب يريد ينام ويجي شخص ينطي أكل وهو نايم بالبيت، لكن شي يحتاج العوز والما يخلي المواطن يفكر، الحاجة والفقر ما تنطي فرصة للمواطن يفكر، يحتاج إلى ناس تفكر له، يحتاج إلى ناس تأخذ بإيده الدليع على الطريق. إن شاء الله في مجلس محافظة بغداد إن شاء الله على قدر المستطاع راح نكون عين لهؤلاء الشباب، واللي إحنا أنا عني متعايشة وياهم يومية وأشوفهم بطريقي وبتعاملي معهم. نعم، إذن رجعكم لفقرة العداد، وبدقيقة واحدة لكم الحق بأن توجهون رسائلكم الخاصة لناخبيكم وجمهوركم. البداية أستاذ حامد إليك، وتتوجه للكاميرا اللي أمامك. المشاركة في الانتخابات واجب وطني وشرعي وأخلاقي على كل مواطن عراقي في كل أرجاء المعمورة بالعراق الحبيب، أن يساهم مساهمة فعالة في الانتخابات، لأن صوتك هو مصيرك، صوتك هو بناء البلد. ويعني عدم المشاركة في الانتخابات تؤدي إلى عودة الفاسد إلى مربع الحكم. إذن أيضا لك الدقيقة أستاذ علاء. كلنا إيمان بأهلنا وأحبتنا في محافظة بغداد الحبيبة، بالسير على الديمقراطية والأطر القانونية في انتخاب من يمثلهم في مجلس محافظة بغداد. كلنا إيمان بأهلنا وأحبتنا في محافظة بغداد الحبيبة، بانتخاب من يمثلهم خير تمثيل في مجلس محافظة بغداد، والسير على الأطر القانونية والدستورية من خلال الانتخابات الديمقراطية. مرينا بفترات صعبة ومرينا بفترات عصيبة. اليوم المواطن البغدادي والمواطن بشكل عام في البلد اليوم أصبحت لديه تجربة كبيرة في الانتخابات، ويعلم جيدا من سيختار ومن سيمثله، وكل الأساليب الدنيئة التي يتخذها البعض من خلال إرشاءه أو من خلال إطماعه في بعض المبالغ الزهيدة. هذه لن تنطلي على المواطن البغدادي وعلى المواطن العراقي، وإن شاء الله سينتخب من يمثله خير تمثيل في مجلس محافظة بغداد. أستاذ علاء، إذا الكاميرا لست أعمال بآخر دقيقة.
طبعا اقول الجمهوري العزوف عن الانتخابات هو يمنح فرصه للفاسدين للاعتلاء، بالعكس انت ما راح تعاقب الفاسد، تنطي فرصه الا انه يصعد مره اخرى. الامر الاخر دائما تسالون عن اللي يقفل موبايله، اريد اقول لكم اياها بصراحه، اللي يقفل موبايله الشخص اللي ينطي 50,000، اللي انا اخذ منه 50,000 بالتاكيد انه راح اواجه قفلة الموبايل. يعني أدعو كافة المواطنين إلى أنه المشاركة بالانتخابات واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. إذن شكراً لضيوفي في هذه الحلقة وشكراً لمشاهدينا وإلى لقاء آخر.